Lisa? ستاشر. وهنا بيقول لي المسافة ما بين كل عرضة وعرضة، عرضة خشب متر. طيب تعالوا نجرب كده يا شباب ونشوف مع بعض. طبعا انا كنت بحدد له في الشكل في الاول، وبعدين بقوم عامل حدد له نقطة النقطة التانية. اهو بص يا شباب، طيب تعالوا نحدد ونشوف شكل تاني مع بعض كده. هنا دي قمر برضك، دي خليها لي الدخانة بتاعتها 5، احنا ممكن نخليها 10، نغير كده شوية في المقاسات، ندوس بوينت 10، هنا نخليها 20، بوينت 20، هنا المسافة نقللها شوية نخليها 60 سنتي، بوينت 60، وناخد من هنا كده نحدد له نقطة ونقطة. اهو يا شباب زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا نشوف حاجة تاني مع بعض كده يا شباب، نحدد له منظر هنا كده، نغير برضك بقى في الشكل المرة دي كده. طبعا انا بنحدد له نقطة من الاول، نقطة للاخر، ممكن اخد من زاوية من هنا للزاوية المقابلة ليها الناحية التانية. وطبعا لو هو في شباك او حاجة في النص هو بيلاحظ دي وبيبتدي يعمل حواليها اهو زي ما انتم شايفين كده. قطع لي الحديد او القمر بتاعي من حدود الشباك. طيب تعال نشوف تاني حاجة كده. طالما هنا يا شباب عندي كلمة سيتا بروفيل ديت، دي معناها ان انا اقدر اخد اي شكل وفي اي اوامر اللي احنا خدناها كلها اللي فاتت، لو لقينا الامر سيتا ده تعرف انه ممكن تعمل شكل وياخده. طيب هندوس كده وتعال نشوف الشكل بتاعنا. بعدين هنطلع نحدد له نقطة ونقطة اهو زي ما انتم شايفين يا شباب، عمل لي نفس المقاس ونفس الشكل بتاعي. طبعا زي ما انا قلت لكم اقدر اخد ما بين نقطة ونقطة مقابلة ليها، او ما بين ركن نقطة في زاوية وركن التاني بتاعها في الزاوية اللي قصادها. طيب تعالوا نشوف مع بعض حاجة تانية يا شباب. الامر التاني يا شباب، احنا شفنا هنا عمل لي سطح بالطول او من زاوية للزاوية. هنشوف ده الامر التاني، انه بيعمل لي على الاسطح اللي فيها ميل في جميع الاتجاهات زي البيوت الصينية، انه ده بيعمل لي بقى تكعيبة فوق منها، يعني مش بالطول كده بس، لا ده بالطول وبالعرض. طب تعالوا نشوف الامر كده، بس الاول بنحدد له الجسم او الشكل اللي هيمشي عليه. وبعدين بنختار الامر. طبعا هنا زي ما بيشرح لك، هنا طبعا في اشكال بيوريها لنا الاول، خشب بردك، زاوي، حديد، قمر. طيب نشوف هنا بردك التخانة عاملها 5، والمسافة ما بين بعضها عامله هنا بردك 60. طب نجرب الشكل ده كده. قرب كده يا شباب اهو زي ما انتم شايفين، عمل لي تكعيبه او خشب في بعضه او معدن. يعني بصوا الفرق ما بين اللي هناك دوت اهو البيت دوت والبيت
ده بصوا عامل لي تكعيبه حواليه داير ما يدور. طب جرب حاجة تاني، اختار الشكل ده. هو نفس الشكل تقريبا. مثلا يا شباب عرفنا ان الامر ده بيعمل الاسطح عندي، وانت تقدر بقى تغير في مقاساتك وفي الاشكال اللي انت عايزها. تعال نشوف بقى يا شباب مع حاجة تانية مع بعض كده. الامر بقى التالت ده، والامر ده جميل يا شباب، ده بيحول لي منزل البيت او سطح البيت الى شكل مثلث زي اللي هو قلنا بتاع السنيين او اليابانيين بيقسمه لي من فوق على مثلثات. طب تعال نشوف كده، بنحدد الشكل وبنجيب الامر زي ما انتوا هنا كده عندنا يا شباب. ده بيحدد له اللي عندي الزاوية بتاعتي والارتفاع، يعني هنا دي كده الزاوية، قيمة الزاوية بحددها له قد ايه، وهنا ارتفاعها هيبقى قد ايه عن السطح متر، يعني هي حلوة متر، وهنا البروز قد ايه يطلع لبره، وهنا البروز يكون تخانته قد ايه. طب تعالى نخلي دي كده نكبرها شوية، نخليها 50.50، ودي برضه كامل علامة نخليها 25 أو 20. شفتوا يا شباب حوالي سطح البيت لإيه، عمل لي البروز بتاعي والارتفاع بتاعي من فوق. طيب تعال نجرب كده مع شكل يكون بقى مش عادل جاي فيه تقسيمات. نجيب الامر برضك، يعني الزاوية هنا مثلا 30، نجرب كده اي حاجة مع بعض، نخليها 40، الارتفاع متر نخليها 3 متر، نسيب الحاجات دي زي كده ما هي ونجرب نشوفها مع بعض هيعمل ايه. شفتوا يا شباب، والامر ده يا اخواني واحبابي في الله نقدر بقى نعمل اشكال اسطح بيوت زي ما احنا عايزين، بميل بقى ومثلثات، ونعمل ليها تربيعات من فوق كان خشب ولا حديد. فيعني الامر ده جميل جدا. طيب تعال بقى نجرب حاجة لو فيها دوران، يعني انا لو عندي الشكل ده كده اهو في دوران من قدام ومن ورا او من الجنب، نشوف هيحوله ازاي. بنحدد السطح زي ما قلنا وبنجيب الامر تاني، نرجع بقى كل حاجة زي ما كانت كده، نجرب نغير 30، نخليها دي مترين، نخليها زي ما هي كده، طيب نجرب كده. شفت يا اخوانا واحبابي في الله، غير لي لو عندي مثلا دي فيلا وعايز اعمل بقى فيها شكل زي ما انتم شايفين كده. انا بقول لكم يعني الامر ده جميل جدا. يوفر عليك وقت ومجهود في انك تعمل اسطح البيت او النموذج بتاعك، انك تقدر تعمل له اشكال زي كده.
والامر الاخير في الاسف يا شباب اللي هو امر اللي هو الجمالون. كان زمان في يحطوا على البيوت او في المصانع بيعملوا جمالون معمول من ماده كده فايبر جلاس، بتبقى جايه زي مشرشره كده، دي بتيجي بتحمي البيت، سطح البيت او المصنع من الميه او الشمس والحراره وكده. تعالوا نشوفه مع بعض. طيب ادي الامر اهو يا شباب قبل الاخير او الاخير في الاسقف. طبعا انا غيرت هنا في مقاساته، يعني خليت دي كانت 5 × 10 ودي كانت 15 × 20 عشان تبان معانا اوضح. بعدين باجي بدوس له، بحدد له الاول، بضغط على السطح اللي انا هشتغل عليه، بعدين بحدد له اول نقطة وثاني نقطة. يا شباب اهو ده بقى اللي كنت بقول لكم عليه، انه تلاقيه مشرشر او معرج زي السوسته كده، فده كانوا بيسموه جمالون، انه بيحمي سطح البيت او المصنع من الشمس والحراره والمطره. طيب تعالوا مع بعض برضك نشوف حاجه كده برضك تاني. نجيب الامر، غير بقى في الشكل كده. اهو نخليها زي ما هي كده، بضغط نقطة، بضغط على الشكل الأول بحدده له، وبعدين بختار نقطة والنقطة التانية. اه يا شباب شفتوا هو شبيه للتاني، بس انتوا لو هنركز في التاني مفيش الحتة دي جاية عدلة، لا دي جاية بدوران في الشكل التاني هنا، بصوا جاية عدلة. طب تعالوا نشوف كده الشكل التاني عشان نعرف الفرق ما بين ده وده، اهو شايفين. فانت برضك بقى تحط المقاسات والاشكال برضك اللي انت ايه عايزها. طب تعالوا بقى يا شباب بقى ونروح لاخر حاجة بقى في امر 1001 اللي هي المواقع او الخرائط. وامر الخرائط ده يا شباب فيه 3 اوامر، فالاوامر دي هنشرح بيعمل ايه اللي هو المواقع دي او الخرائط. لو انا مثلا عندي خريطة في جوجل، وطبعا تقدر تجيب صورة لاي خريطة من على جوجل، جوجل بتاعت الخرائط، وتقدر تعدل عليها. يعني مثلا لو نفرض ان ده صورة اللي جبتها من جوجل بتاع للخرايط، وانا عايز اعدل على الموقع بتاعها او اعدل عليها، عايز مثلا في حتة عايز اشيلها واحط مكانها اي شكل انا عامله او شكل عملته انا تضاريس عملتها وعايز احطها، فده اول امر بيعمل لي. لو في انا جزء عندي في خريطة عايز الغيها واحط حاجة مكانها، فبقدر بعمل الامر الاولاني. بس خلي بالكم يا شباب لازم الشكل اللي انا هعمله يبقى فوق الخريطه، يعني انت كده متهيألك ان الشكل انا رسمه على السطح، لكن لو لفينا كده بص هتلاقي الشكل فوق الخريطه بالظبط. فخلي بالك من النقطه دي، ان الشكل اللي عايز تعمله بتعمله وتقوم رافعه فوق الخريطه عشان تنزل بيه على المكان اللي انت هتعمل عليه اسقاط. طيب نشوف كده يا شباب مع بعض. بحدد الاول الصورة بتاعت الخريطة او الشكل الخريطة او التضاريس، وبدوس على اول امر، وارجع ادوس على الشكل اللي انا هعمله زي ما انت شايفين اهو يا شباب، وبعمل بضغط كليك شمال اعمل له اسقاط. طبعا هنا بدخل بقى نسب وحاجات، فالناس بتوع الخرائط فاهمين الكلام دوت، فبضغط اوكي اهو يا شباب. كده انا حددت المكان اللي انا عايز انزل فيه اعمل فيه اسقاط او اغير في شكل الخريطه او التضاريس بتاعت المنطقه. طبعا اقدر اغير في الشكل ده برضك، يعني اعمل له اكسترود انزل بيه واطلع زي ما انتم شايفين. ففهمنا النقطه دي مع بعض يا شباب، نركز فيها. خلي بالك زي ما قلت لك الشكل اللي انت هتعمله على الخريطه بتاعتك او على الموقع انك عايز تغير في شكل ايه فيه، بترفع الخريطه الشكل فوق الخريطه بالظبط على المكان اللي هتعمل فيه اسقاط. طب تعالوا نشوف بقى الخيار الثاني يا شباب،
وده بيعمل لي انه بياخد الشكل وبينقله على شكل الخريطة اللي تحت منه، ما بيعمليش بقى ليها اسقاط زي دي، لا ده بيعمل لي بياخد الشكل وبينقله لي على المكان اللي انا محدده. طب تعال نشوف، بنحدد الاول الشكل وبندوس على الامر وبعدين بنضغط. شوف اول ما ضغط نقل لي الشكل تحت على الخريطة. طبعا انت الشكل يكون عامله ومعدله وبيتنقل معاك تحت. وبرضك زي ما قلت لك ممكن بقى اعمل هنا برضك في لي اكسترود، نجرب كده. لا انا ممكن، معلش مش اكسترود، انا ممكن احذف الشكل او اقطعه من الخريطة. اهو زي ما انت شفت كده يا شباب، اللي انا قدرت اقطع الشكل من غير الامر الاولاني. الامر الاولاني تقدر تعمل الاكسترود تطلع وتنزل بيه، ده لا بينقل الشكل وممكن تشيله من قلب الخريطة بتاعتك او التضاريس اللي انت بتعملها. والامر بقى الاخير يا شباب واخر حاجة في اضافة 1001، الامر الاخير ده بيعمل لي خطوط للخريطة بتاعتي. طب قبل ما بنشغل الامر دوت لازم نحول الخريطة ديت لجروب، وبعد كده بجيب الامر هنا بيخلي لي كل الخطوط ما بين متر 68 ونص متر. طب نضغط اوكي، شايفين عامل لك خريطة زي تضاريس اللي بتبان على الخرايط يا شباب. طيب نرجع تاني كده، نختار الامر، نغير كده، هنا نخليها متر 0. بصوا فضل لي الشكل والخريطة. تقدر انت طبعا تعمل ايه مقاسات ليك انت، وتقدر برضك تستخدم الامر دوت في نموذج زي كده. نعمل له جروب، لو جبنا الامر وضغطنا عليه نخلي الارتفاع 1 متر، جبت البص يا شباب قدر يقسم لي شغل عندي عايز اقسمه اعمل له مجسمات زي كده او خطوط زي كده، فممكن استخدمه في الخرائط وفي حاجه لو هتشتغل معايا زي كده يا شباب. ودي يا شباب بقى ويا اخواني وحبايبي في الله، دي كانت اخر حاجه في امر 1001. معلش الامر كبير وانا قسمته لاجزاء، لان لو كنت خليته في فيديو واحد، فيديو واحد بس، كان هيوصل الفيديو حجمه لساعه ونص ساعتين، فكان طبعا هيبقى كتير قوي ان حد يقعد يتفرج على الفيديو ساعه ونص او ساعتين. فيعني اقول لكم سامحوني يعني في النقطه دي لو انا قسمت الفيديو وطولت عليكم شويه في الاجزاء. فأهم حاجة بس يكون استفدنا منه. ورجاء يا شباب، يعني رجاء طلب من اللي بيشاهدوا الفيديو، لو شايف ان فعلا انا تعبت في الدورة دي وفي السكتش اب وفي شرحه، يعني ابسط حاجة تشترك معانا وتساعدنا بتعليقك وتكتب لنا تعليقك عن الفيديو ودوس لنا لايك لو الفيديو عجبك، وتنشره لكل اصحابك على صفحات التواصل الاجتماعي لاكبر عدد يستفيد بيه، لان الدال على الخير كفعله. يعني انت لما بتدل على واحد على خير كانك انت عملت نفس الخير، يعني سواء باخده انا وانت وغيرك. وده كان اخر حاجه يا شباب، وان شاء الله برضك لسه احنا مستمرين في دوره شرح اضافات سكتش اب، ونلتقي ان شاء الله مع اضافه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اخوكم احمد العسوي.